بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات المستوى الرابع، الفصل الدراسي الثاني، شعبة الحاسب الآلي. معاكم الدكتور أحمد كامل، قسم الإحصاء والرياضة والتعميم بالكلية. هنتناول مع بعض مادة التحليل العددي. المادة دي تعتبر امتداد لمادة الرياضة اللي احنا خدناها في السنة الأولى في الكلية، علشان كده في بعض موضوعات التحليل العددي هتلاقيني براجع جزء من مادة الرياضة قبل ما أبدأ في الموضوع. مادة سلسة ما نقلقش منها، وتحياتي، وتعالوا مع بعض نشوف مكونات المادة. موضوعات المنهج، احنا عندنا 5 موضوعات. الأول التحليل العددي للمعادلات التفاضلية، حل المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى، حل المعادلات الخطية بطريقة جاكوب، حل المعادلات الخطية بطريقة جاوس، التقريب والخطأ. تحياتي، وتعالى نشوف مع بعض أول موضوع من موضوعات المادة. نشوف مع بعض التحليل العددي للمعادلات التفاضلية، يعني إيه معادلة تفاضلية، ويعني إيه بنعمل لها تحليل. تحياتي وبالتوفيق للجميع.